على لعيبه مانشستر سيتي وهما بيبداوا الكره من ناحيه ستيفن اورتيجا حارس المرمى بتاعهم، تقعد تبص كده على لعيبه ارسنال وهما متوزعين في نص ملعب مانشستر سيتي، والله ارتيتا اصبح مبدع في هذا الامر. كان نفسي ان القناه بتاعتي تكون فيها دعم كبير علشان خاطر اجيب لك لقطات والحاجات دي، بس للاسف احنا عالم فقراء قوي يا صاحبي. كان نفسي اجيب لك دايما وهو اورتيجا بيحاول يسلم للعمق بتاع سيتي وكان بيلاقي لعيبه ارسنال بيضغطوا عليه، سواء ديكلان رايس او سواء المهاجم اللي كان على الورق النهارده وهو كاي هافرتس او سواء لعيب زي اوديجارد، دول اللي كانوا بيضغطوا من قدام. طب بالنسبه للاطراف بقى، لا الاطراف دول كانوا بيبقوا واقفين علشان يستنوا الكره هتروح لمين، لكاي ووكر ولا هتروح ناحيه الشمال عند مانويل كانجي. لما هو الكره بتروح عند ووكر بيتم الضغط على ووكر من قبل جابرييل مارتينيلي، الكره بتروح هناك بيتم الضغط عليه من قبل بياكو ساكا. اه يا اسطى كان في ضغط عالي مميز جدا وضغط معاكس مميز جدا من قبل فريق ارسنال.